الآن في هذه اللحظات تقصف مدينة عزازبي بعدة صواريخ من قبل ميليشيا قسد الإرهابية. هنا كما نشاهد الآن سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان القصف هنا في هذه المدينة مدينة عزاز. كما نشاهد الآن هنا في هذه المدينة قصف يستهدف مجددا مدينة عزاز، هنالك مكان القصف وأيضا توجد أنباء عن إصابات. هنا مكان، هنا كما نرى هنا هذا منزل مدني، هنا كما نشاهد الآن استهدفته ميليشيا قسد قبل قليل. مع الأسف يعني الأنباء تفيد بأن هنالك إصابات الآن هنا في هذه المدينة. الشرطة الآن يعني تقول للمدنيين أن يبتعدوا ولا أن يتجمعوا في مكان واحد، لأنه في احتمال في أي لحظة أن يتم استهداف المكان بأكثر من صاروخ. السلام للجميع. إذن حالة هلع وهرع من الناس هنا وسط مخاوف من استهداف آخر هنا في هذه المدينة. هنا أيضا كما نشاهد هنا هذه الحارة تم استهدافها قبل قليل. طبعا هذه اللحظات الأولى لقصف مدينة عزاز من قبل ميليشيا قسد الإرهابية. إذن كما شاهدنا هنا الآن تقصف مدينة عزاز. هذه أحد مخلفات القصف التي ضربتها ميليشيا قسد على المدنيين هنا في مدينة عزاز. محمد هارولي، أورينت نيوز، عزاز، ريف وحلب الشمالي.